وبننتقل إلى فقرتنا الرياضية بعد الفاصل. فقرة الرياضة اليوم راح تكون مع الكابتن أسامة المعايطة، راح يحكي لنا عن فوائد الملاكمة وكيف ممكن انه الملاكم يرفع من لياقته الجسدية، وكمان يعني راح نسلط الضوء على تكنيك لعب الملاكمة. نشوف التقرير وراجعين. السلام عليكم، معكم أسامة المعايطة من راشن بوكسين أكاديمي. اليوم بدنا نحكي عن الملاكمة. هلا الملاكمة بشكل عام بتقوي الجسد، بتعمل تحرق دهون بشكل كبير، يعني ساعة تدريب ملاكمة تحرق من 1000 إلى 1600 سعرة حرارية، زائد انه الدهون المتراكمة عند الفخذات الخواصر تحرقها، زائد انه ترفع اللياقة بشكل كبير، زائد انه والأهم حماية عن النفس. هلا احنا بدنا نلعب مع الكابتن عبد الله اللي هي شادو، والمقصود بشادو اني انا اضلني اتحرك جام هنا. طبعا هاي بتساعد لرفع اللياقه بشكل كبير للملاكم. هلا الملاكم بالحلبه لما يلعب لازم يضله يتحرك شادو هون هون هون، يضله يتحرك. اذا ثبت بمكانه بصير الخصم يصيده بشكل سريع وبساطة، فالملاكم لازم يتحرك. فإحنا بنلعب هنا في التدريب الشادو عشان نرفع اللياقة، ونحط في فكر اللاعب إنك تظلك تتحرك يمين شمال. فبدنا نبلش مع اللاعب عبد الله شادو. بلش يلعب شادو عبد الله. طبعا شادو مع تكنيك هو بس ستريت ستريت. هلا كويس ستريت اشتغل. شادو كويس العب عبد الله. كويس تمام كويس. اجين كمان شادو بمكانك. جاب اشتغل بام بام. العب ستوب. طبعا هلا اللاعب عبد الله، واذا انتم ملاحظين حاط رجله اليمين قدام. هلا بالملاكمه احنا في شيء اسمه اعصر، يعني بيستخدم ايده الشمال او بيستخدم كل شيء بالشمال. دائما بنحط رجله اليمين عشان نعوده على القوه، ونعوده انه يستخدم ايده اليمين. هلا انا مثلا يميني، فانا دائما بشتغل هون عشان اقوي ايدي الشمال، اخليها الشمال زي اليمين، حركه الشمال زي اليمين. يعني بلعب هون، هيني انا اذا اشتغلت هون سهل جدا وافوت هون. ما بدي اعود اللاعب انه اذا يمين لازم يلعب يمين، هيك راح اذا لعب بشمال راح توازنه يكون خاطئ، قوته تكون خاطئه. فهلا بدنا نلعب مع الكابتن عبد الله. حط شمال يمينك قدام واشتغل بس ستريت. شوف الحركة هاي. طبعا هو مثل ما حكيت لكم هو ايش؟ اعصر، يعني شمالي بيشتغل باليمين. شوف قوة يمينه زي شماله، ما فيش فرق، يعني لعب شمال لعب يمين ما في عنده فرق. كويس ستوب. مثل ما بتلاحظوا احنا تقريبا ما لعبنا ممكن دقيقتين. شوف العرق، شوف الجهد، بدقيقتين شادو ممكن تحرق سعرة حرارية عالية، اوكي، بدقيقتين. فما بالك لما يكون ساعة متكاملة بالتمرين وبجهد عالي. مثل ما حكيت لكم تحرق دهون، بتشد العضلات، تفرد الكتاف. يعني اللي بيلعب بكون في اشخاص شوية ظهرهم مايل، لما يلعب ملاكمة أو يلعب لعبة الملاكمة كتفه بفرد عضلاته بشده، حتى للصبايا
حتى للصبايا بشد جسمهم، يعني ما بيسوي عضل انه المقصود عضل زي لاعب الحديد، لا بيسوي عضل بشد العضلات بشد الارداف بشد كل جسمك. هلا بدنا نلعب تكنيك اوكي بسيط على التارجت. عبد الله خلينا نجيب التارجت. بدنا نلعب تكنيك بسيط. هلا اهم شيء بالملاكمه التكنيك، المقصود بالتكنيك اذا ابسط لك اياها بالعاميه، التكنيك هي كيف تضرب البوكس. يعني انت مهندس بدك ترسم البوكس رسم، يعني في لاعبين ملاكمين اقوياء بوكسه قوي ولكن تكنيكه زيرو. فرضا بلعب هون مثلا، بلعب هون ما برجع دفاعاته، بضرب هون برجع هون، طب ماشي انا قوي ولكن دفاعاتي او تكنيكي زيرو. فهم شيء بالملاكمه تكنيك، انا لعبت تكنيكي 100% صح بصير قوتي قويه وسرعه قويه، فاهم شيء التكنيك. وبدنا نلعب تكنيك هلا، بدنا نلعب تكنيك بسيط اللي هو ستريت شمال، عفوا يمين عشان انه اعصر مثل ما حكيت، بس فقط اوكي يا كويس تمام، فوت هون فوت هون رايت اب رايت اب رايت هوب العب تحرك تحرك شادو 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 عبد الله بام رايت هوب رايت. شوف التكنيك، العب لي بطيء عبد الله هون، هاي بطيئه ارجع وين رجعت، بضرب هون ترجع هون ما برجع عن صدري، تكنيك بطيء روح وارجع فيها روح وارجع فيها، واحد ارجع على وجهك هاي تكنيك بطيء هون التكنيك الصح. العب يلا بوم ايوه العب باي بوم باكس كويس. نلعب شمال يمين، تعال عندي تعال عندي عبد الله العب هوب العب طب كويس طب كويس جو جود كويس. حرك هذا حرك طبعا شباب، حركة الرجلين بتضلها هون، أنا شوف هي هو طبعا أعصر هون، أنا إذا لعبت رجلي هون ورا بعض أو رجلي هون هون فيش خسر، فأنا دائما بلعب هون ألعب هون رجلي بما إني يميني رجلي شمال قدام والخلفية ما بتكون متوازية للأمامية جنب، ليش؟ عشان في المستقبل إذا لعبت هوك خصر يكون فاهم، أشتغل هون أشتغل هون أشتغل هون، فدائما بضلني هون رجلي ما بقربهم، بلعب هون بلعب هون. عبد الله نلعب جاب يمين اوكي يلا جو هوب هو اه باي جاب باي جاب 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 باي جاب. طبعا الجاب المقصود فيه هو باختصار هي جامب، يعني انا هاي خصمي انا عبد الله صلاح، هاي خصمي بعيد عني اوكي ما بقدر اوصل ما بقدر اوصل، فانا بستخدم اسلوب الجاب هون بفوت عليه بفوت عليه بفوت عليه اوكي، فهاي هي الجاب. العب جاب كويس جاب جاب كويس جاب يمين راس شمال اوكي يلا كويس هلا هاي جود هاي جاب. طبعا استفيد من الجاب مع الكروس، انا بدخل على خصمي هاي خصمي فرضا دخلت عليه هون جاب نزل دفعات وفتت يمين اوكي، يعني هون بالضبط تكنيك انا هون هاي جاب واحد اثنين فتت عليه واحد اثنين فتت عليه اشتغلت بشمالي نزلت دفاعاته او اخترقته بكملها بالثاني هون نستفيد. نلعب اوكي تعال عندي تعال عندي هون اوكي اوكي بدي العب دبل ستريت يمين اوكي جود واحد اثنين تكنيك هاي البسيط واحد اثنين هاي بام بام هاي هاي. شوفوا شباب التكنيك، دائما الملاكم رافع ايده، انا اذا نزلت هون دفاعاتي مكشوفه وجهي مكشوفه، اهم شيء بالملاكم التكنيك،
طبعا هذا حتى للاعب البيسك اللي بده يبتدئ دائما هون، حتى لما يوصل اللاعب محترف بيلعب هون. ما فيش لاعب بيلعب هون، ما في. اذا لعب ثوينات بيرجع هون، عشان هون اساس الدفاعات. ايه يلا بام بام، يرفع فوق. اثنين فايت، اثنين جود. فايت، العب استريح استريح. هون احنا لعبنا باختصار ببساطة اسلوب التكنيك. مقصود اسلوب التكنيك مثل حكيت هو تكنيك البوكس، كيف تلعب بوكس، كيف تضرب البوكس لستريت. هي في ناس ممكن يحكوا عنها سهلة جدا وبسيطة، ولكن هي الأساس. انت لعبت التكنيك صح، بوكسك طلع صح، انت بتقدر تسيطر على حالك، تزيد قوتك، تزيد سرعتك، تتحكم فيها. ولكن ان تكون سرعتك قوية وبوكسك قوي وتكنيكك مش نافع، فراح تكون ملاكم ضعيف. يعطيك العافية ونلتقي في الحلقة القادمة.